السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية لتوقعات حالة الطقس بالمغرب ابتداء من زوال اليوم، وكذلك سوف نقدم لكم التوقعات القريبة المدى والبعيدة المدى بحول الله والمناطق المعنية بالتساقطات المطرية بإذن الله في المنخفض القادم بحول الله. كما تشاهدون فهو منخفض قوي جدا سيؤدي إلى أمطار مهمة على عدة مدن من المملكة، سوف نقدم لكم في هذا الفيديو المفصل بحول الله. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. فيتوقع بإذن الله لزوال اليوم إن شاء الله أن تكون بعض الزخات المطرية نسبيا ضعيفة وكذلك متفرقة على باب برد والعرائش، وربما تهز وفاس مرتفعات الريف وسيدي سليمان والشمال الغربي، وربما طنجة وتطوان بعض القطرات المطرية نسبيا أمطار ضعيفة ومتفرقة. كذلك بإذن الله بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا صافية إلى قليل السحب مع تقدم منخفض جو إن شاء الله، فإن شاء الله في الأيام القادمة ستكون أمطار الخير بإذن الله على عدة مناطق وعدة مدن من المملكة. بالنسبة ليوم الثلاثاء 23 فبراير، فيحتمل كذلك أن تكون أجواء نسبيا مستقرة إلى قليل السحب مع اقتراب هذا المنخفض الجوي بحول الله، سيدخل إلى المملكة ويعطي أمطار هامة على عدة مدن كما سوف نقدم لكم في هذه النشرة التحليلية المفصلة. بالنسبة ليوم الخميس 25 فبراير، كذلك فيحتمل كذلك أن تكون أجواء مستقرة إلى قليلة السحب، وبإذن الله ستدخل أمطار الخير إن شاء الله في الفترة المسائية خصوصا في أسفي والصويرة، وربما كذلك بعض الزخات المطرية على مراكش نسبيا أمطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الجمعة بحول الله، في الفترة الصباحية ستدخل أمطار وزخات مطرية بحول الله على عدة مدن من المملكة، ستكون أمطار حاضرة إن شاء الله على ولاد فرج والمحمدية والدار البيضاء، وكذلك بن سليمان القارة برشيد سطات ولاد فرج، وربما كذلك أمطار حاضرة على أسفي وبن قرير واليوسفية سيدي بوعشمان والبروج، وكذلك أكادير بوعشيبة وسيدي بوعشمان، وأمطار حاضرة كذلك على مراكش الشيشاوة منشانوش أيد داود أمزميز وكيمدن وأمزميز، وبعض الزخات المطرية على تيزنيت وربما ورزازاش، أمطار حاضرة كذلك على تليوين وترودانش وأكادير وأشباها وبولفاع وإغرم وجفراتش وتيزنيت بإذن الله وقلمين بعض القطارات المطرية وطاطا. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا غائمة إلى قليلة السحب. كذلك بالنسبة للفترة المسائية بإذن الله من يوم الجمعة، في احتمال استمرار بعض الزخات المطرية خصوصا على سوس وكذلك الحوز بإذن الله على تيزنيت وتيرودانت وكذلك تليوين ورزازات مراكش الشيشة والصويرة وتبانت بإذن الله وأيد داود، وأمطار حاضرة على إغرم وأشباها وتريوين وأمطار وزخات حاضرة كذلك على أكدس وبإذن الله أوكيمدن وأمزميز ويمنشانوش وأيد داود وشيشاوة ومراكش وأكدير بوعشيبة سيدي بوعشمان وأزيلال وتبانت وبني ملال وبإذن الله زوج الشيخ، وبعض القطارات المطرية على واد زم وخريبكا والماس والرماني وقطهم، وكذلك بعض القطارات على الدار البيضاء وسيدي بنور واليوسفية وبن قرير وشيشة والعطاوية وأبدار حاضرة كذلك إن شاء الله على إمن تانوت، وربما تكون بعض القطارات المطرية وبعض الزخات المطرية كذلك على تيزنيت وإغرم وقد تصل حتى بعض القطارات المطرية حتى قلميو. بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا غائمة إلى قليلة السحب مع احتمال بعض القطارات المطرية على أقصى شمال المملكة لكن تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم السبت 27 فبراير، فيتوقع بإذن الله كذلك بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله، فكذلك سوف تستمر بعض الزخات المطرية على المناطق التالية بإذن الله، ستكون أمطار حاضرة على مراكش الشيشة وأصويرة أسفي والجديدة وسطاش وخريبكا وكذلك تنغير وتبانت وغرزازات وتليوين وأكادير وتيرودان، وبعض الزخات المطرية أمطار معتدلة إلى ضعيفة أحيانا. بالنسبة للفترة المسائية، فيتوقع كذلك استمرار أمطار الخير على عدة مناطق من المملكة خصوصا المناطق الحوز وسوس بإذن الله، وأمطار حاضرة على ورزازات وكذلك أوكيمدن وأمزميز وإمتانوت وإتاود الصويرة شيشاوة مراكش وكذلك خميس ولاد الحاج آسفي اليوسفية، وقطارات متفرقة في والماس والرماني بن سليمان القارب برشيد وادز مخريبكا وخنيفرة ومراكش نسبيا ضعيفة ومتفرقة، وأمطار حاضرة إن شاء الله على أقصى شمال المملكة خصوصا على تطوان وربما شفشاون بحول الله وطنجة. أما بالنسبة كذلك اليوم الأحد إن شاء الله، فيتبين لنا تقدم منخفض جوي آخر كما تشاهدون في هذا النموذج. بالنسبة
الفترة الصباحية ستكون بعض القطرات المطرية في الأطلس الصغير نسبيا أمطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع بحول الله تبقى بعض القطرات المطرية هنا وهناك نسبيا متفرقة وأجواء غائمة نسبيا في المناطق الداخلية وأقصى شمال المملكة. بالنسبة كذلك مع تقدم منخفض جوي آخر سنرى إذا كان سيدخل إلى المملكة في الأيام القليلة القادمة بحول الله. بالنسبة ليوم الثلاثاء 2 مارس فيتوقع بإذن الله تبقى بعض القطرات المطرية كذلك في مرتفعات مراكش وخصوصا المناطق المجاورة بعض القطرات نسبيا ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع بإذن الله أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قليلة السحب في معظم مناطق المملكة وبعض القطرات نسبيا ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الأربعاء 3 مارس فيتبين لنا بإذن الله أن تبقى بعض التساقطات المطرية فوق سلسلة الأطلس الكبير والمتوسط بإذن الله على مراكش شاوة وتبعين وابني ملال وخنيفرة وميلت وكيكو وفاس والمناطق المجاورة نسبيا تبقى أمطار متفرقة وضعيفة مع تقدم منخفض أو جبهة أخرى بحول الله. سنرى إن شاء الله هذا المنخفض إذا كان سيدخل إلى المملكة في الأيام القادمة في نشرتنا اليومية المفصلة التي نقوم بتقديمها لكم في هذه القناة بحول الله. فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة بارك الله فيكم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وفي كل مكان تقدرون عليه. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.